أكثر من أي وقت مضى عم بيعاني الجيش اللبناني من أسوأ الانهيارات المالية اللي شهدها العالم خلال 150 سنة الماضية، الأمر اللي بيشكل ضغوط غير مسبوقة على قدرات الجيش التشغيلية وتنفيذه للمهام الضرورية لاستقرار البلاد بشكل كامل. لما اليوم بقول لك أنا 90% خفضت من ميزانية التسليح والتدريب، كتر خير والأجنبي اللي بعده عم يعطينا ذخيرة وعم يدربنا وعم يجيب مساعدات تدريب. كان الأمريكان عندهم فريق تدريب بيجي كل 3 شهور بيجيب معه الذخائر والمعدات ويدرب على العسكر، لو لهيك منين بيجيب ذخيرة؟ منين؟ ما عندنا مصانع ذخيرة، احنا بنشتريها كلها، منين بنشتريها؟ اشتداد الأزمة الاقتصادية الخانقة ينذر بتفلت قريب في الشارع، ما يطرح علامات استفهام حول موقف المؤسسة العسكرية ومحاولتها لتجنيب سقوط لبنان في الفوضى. أنا متوقع نوصل على فوضى مجتمعية، الأمن بده يتهدد. هون بقول لك انه اذا ما انتم حضنتوا هالجيش وميزتوه، يعني على القليل قدمتوا له الحد الادنى من الحياه الكريمه، كيف بده ينفذ مهمته؟ طيب هذا العسكري كيف بده يحمل سلاح ويوقف معي ويبرم بكل المناطق ويحافظ على الامن وابنه مش عم يصير له ياكل؟ عدد من المراقبين تخوف من انهيار المؤسسه العسكريه الرسميه، ما قد يتيح المجال لحزب الله الحلول مكانه والامساك بكافه شؤون البلاد. اي قوه ثانيه غير قوه الجيش بيخطر بباله انه تحل محل الدوله ومحل المؤسسات الامنيه؟ نحن كلنا بنرجع عسكر بنحمل سلاح وبنوقف حد الجيش، ولا ممكن نترك جيشنا يضعف قدام ميليشيا، وان شاء الله يجربوا. مع غياب شبه تام لسلطة فعلية في لبنان وانتشار الشائعات في محاولة لإضعاف الجيش اللبناني، تبقى المؤسسة العسكرية الضمان الوحيد لبقاء الدولة.